لكن واحد يقول لي طب هو مستقيل ليه بقى؟ بصوا على الرقم، هو في ضغوط على السراج نتيجة مظاهرات بقالها دلوقتي أكتر من شهر ونص. طب بقول لكم قبل، أنا ما أقول لكم بقى، معانا الأستاذ رضوان الفتوري المحلل السياسي الليبي. مساء الخير أستاذ رضوان. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. تحياتي لحضرتك لمشاهدينك الكرام. أشكرك يا فندم. ممكن أسأل حضرتك، هو ليه السراج استقل؟ أو لوح بالاستقالة؟ أولا سيدي الفاضل، السراج تعبير استقال ممن؟ المجتمع الدولي الذي يراوغ على إطالة الأزمة الليبية نصبه هو المتحدث الشرعي والتنفيذي، المسؤول الشرعي والتنفيذي، بمعنى أنه هو رئيس المجلس الرئاسي وهو أيضا رئيس الوزراء. إذا يستقيل من من؟ يستقيل من شخصه. يعني قدم استقالة لنفسه يعني. بالضبط. دي فكرة كويسة والله. لذلك هو استخدم تعبير إني على أحب وأرغب و بصدق بتسليم السلطة. هو استخدم كلمة تسليم السلطة لأنه يعرف تماما أنه إذا استخدم مصطلح الاستقالة سوف يعني يعاود عليه بالسخرية، فهو بحكم المجتمع الدولي فرضه فرضا على الليبيين، فرض السخيرات فرضا على الليبيين ولم يفرض الآليات. إذا من هنا نفسر ما هي هذه الفوضى التي طرأت على البلاد لقرابة 5 سنوات، بتغول الميليشيات، بتغول المرتزقة، بتغول التركي، بالأسلحة، بالتنظيمات الإرهابية، بسرقة مئات ومئات المليارات بحجة أنه هذا عنده شرعية دولية. طب أنا بس هسألك سؤال، هو إيه يعني، ما الذي دفعه لأن يسلك هذا المسلك في الأصل؟ يعني ما ضغوط خارجية أم ضغوط داخلية؟ يعني ما هي المشكلة التي ارتأى أن حلها يكون بتلويحه بتسليم السلطة؟ عدة عوامل أهمها التنفيذ من الاحتقان الشعبي والحراك، حراك رجل الشارع الذي ضده الآن جهارا نهارا، وأيضا بحكم أن أجنحة الإرهاب في الغرب الليبي، وهنا أقصد بشاغة وميليشيات مصراتة التركية، وأيضا المشري وميليشيات الزاوية وغيرها الإخوانية، هم يتنافسون من منهما المخلص المطيع لتركيا. لذلك عندما احتدم هذا التنافس، وتقريبا تركيا اختارت بشاغة أنه رجلها القوي. بشاغة ده اللي هو وزير الداخلية الذي أصدر قرار بشأن إيقافه عن العمل، والعالم كله كيف شاهد أكثر من 700 عربة مسلحة كانت في استقباله بعد صدور القرار، عربة مسلحة ميليشيات من مصراتة لدعمه، وليقولوا للسراج أن بشاغة هنا، بشاغة هو أقوى منك. وطبعا بالتأكيد بتأييد غير مطلق من استيفاني المبعوثة بالإنابة للأمم المتحدة. واضح أن هناك. طب أستاذ رضوان، أستاذ حكس في حاجة، إحنا دلوقتي ما نفهمه أن هناك اجتماعات سواء بتحدث في المغرب أو في جنيف، الهدف منها في النهاية
أن يتم التوافق على عدد من الخطوات التي تؤدي في النهاية إلى انتخابات ودستور جديد إلى آخره. هل من جديد في هذه الاجتماعات؟ أولا الهدف منها هو إطالة الأزمة الليبية. الهدف منها هو استهداف سخيرات رقم 2. الهدف منها هو إطالة الأزمة الليبية. وإلا ماذا يعني اجتماع البرلمان الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا مع مندوبين تركيا لدى الليبيين؟ الآن البرلمان اجتمع مع مندوبين تركيا وليسوا الليبيين، اجتمع مع مندوبين المشفي. المشفي هو الناطق وهو ركن من أركان الإخوان المسلمين. إذن هناك طبخة دولية تحدث على تأني ابتداء من المغرب نهاية بجنيف. واضح أن هناك مسلسل لما يسمى المجتمع الدولي، وهو مجتمع حريص كل الحرص على إطالة أمد الأزمة الليبية لاستحداث جسم هجين لإطالة هذه الأزمة. إذن أستاذي ختما وليس ختاما، المعول على جيشنا البطل. لا يحق جلدك إلا ظفرك. كم شكرا أستاذ رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي. هي بص حضراتكم عشان بس الصورة تكون واضحة.